الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، يسأل بعض الناس عن جواز إخراج زكاة المال عن ميت عليه دين، يعني هل يجوز أعطي وسدد دين لميت من الزكاة أو لا؟ هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء، إلا أن أكثر أهل العلم على أنه لا يجوز سداد ديون الميت من الزكاة. أما من الصدقة، صدقة التطوع، فالباب في هذا واسع. والسبب في هذا أن في إعطاء الأموات هذه الزكاة لسداد ديونهم، لا شك أن في هذا حرمان لهؤلاء الأحياء، حرمان لهؤلاء الأحياء، وفيه أيضا ربما أنه يقطع حقيقة ما يجب فيه من البر والصلة والإحسان من قبل الأبناء والذرية عن سداد دين هذا الميت الذي هو ميتهم. وهذا هو الراجح الذي نص عليه أكثر أهل العلم.